حياكم الله. النصرة وأحرار الشام، الثوار يخوضون معركة تحرير وادي الضيف، لكن بطريقة تختلف كليا عن أسلوب المعتدلين. 7 حواجز للنظام سقطت بلمح البصر قرب معسكري الحميدية ووادي الضيف، والأنباء أن النظام خسر أكثر من 40 عنصرا حتى اللحظة ومدرعات بالجملة. لكن لماذا صمدت هذه الجبهة طويلا عندما كان المعتدلون من يجير المعركة؟ هل تمدد النصرة في ريف إدلب طوى بالفعل حقبة ثورية لم يعد يبكي عليها أحد؟ في المحور الثاني، استراتيجية لسوريا والعراب واشنطن لدعم خطة المبعوث ستيفن دي مستورا. الاتحاد الأوروبي يؤيد تجميد النزاع في حلب رغم الانقسام حول الآليات التطبيق، لكن النزاع في حلب على أشده ومحاولات حصار المدينة من قبل النظام مستمرة. هل نضجت خطة مستورا؟ وهل دخول واشنطن بقوة على مشروع تجميد النزاع على حساب الدور الروسي الأخير الذي بدا لاعبا أساسيا في الخطة؟ كل ذلك نناقشه الليلة في تفاصيل، لكن بعد لحظات. أهلا بكم عبر إذاعة وتلفزيون أورينت. سيطر الثوار على 8 حواجز في ريف إدلب الجنوبي قرب معسكر الحميدية ووادي الضيف عقب اشتباكات عنيفة كبدت قوات النظام أكثر من 40 قتيلا بحسب ناشطين، فضلا عن تدمير عدد من الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة. أما التفاصيل في سياق التقرير. دون سابق إنذار وبعيدا عن كاميرات الإعلام، تتجه أرتال وصفت بالضخمة من حركة أحرار الشام وجبهة النصرة باتجاه الريف الجنوبي لإدلب. أخبار متعاقبة تأتي بعدها بساعات تؤكد خوض تلك الكتائب لمعارك ضارية مع عناصر النظام المتمركزة على جبهة معسكري وادي الضيف والحميدية. لا بل تلك الأخبار تذهب إلى أبعد من ذلك وتؤكد أن حواجز الدفاع الرئيسية عن المعسكر تتهاوى واحدا تلو الآخر. حصيلة المعارك حتى اللحظة تشير إلى سيطرة الكتائب المقاتلة على حواجز العبوس والمياه والمداجن وحاجز الكمين والقاروط في معسكر الحميدية، بالإضافة إلى حواجز الضبعان والزعلاني وحاجز الراعي في معسكر وادي الضيف، وسط توقعات بمزيد من التوسع في الحواجز المتبقية في حال بقي الوضع على الوتيرة ذاتها. عمليات الاقتحام السابقة رافقها غطاء مدفعي مكثف من قبل أحرار الشام والنصرة، ما خلط أوراق النظام هناك وجعل من عمليات الكر والفر أمرا صعبا على الأخير لاستعادة ما خسره. وبالانتقال إلى حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن المواجهات، فإن حركة أحرار الشام أعلنت مقتل أكثر من 40 عنصرا للنظام وإصابة العشرات، ولعل أبرز قتلاه هو قائد غرفة عمليات وادي الضيف العميد غدير سليمان بعد إصابة مباشرة لمبنى الضباط الرئيسي داخل المعسكر. كما كلفت المعارك النظام 5 آليات عسكرية تم استهدافها بصواريخ كونكورس، إضافة لمستودع ذخيرة في قرية الحميدية. عملية الكتائب المقاتلة هذه تعود بنا إلى محاولات سابقة شنها الثوار أواخر حزيران الماضي للسيطرة على المعسكرين، لكنها لم تلقى طريق النجاح على الأرض وانتهت باستعادة النظام لما فقده من حواجز ومواقع استراتيجية. لكن الثوار عادوا لطرق أبواب المعسكرين مجددا، لما لا وهما من أهم نقاط النظام شمالا باحتوائهما خزانات الوقود الاستراتيجية. وكما أن تمدد الثوار هناك يعني قطع خطوط إمداد النظام من حماه باتجاه إدلب. الله أكبر الله أكبر. هذا ورافقت كاميرا أورينت نيوز الثوار في معركتهم التي تهدف إلى تحرير معسكري وادي الضيف والحامدية. نرافق الثوار في خنادقهم لنرى حقيقة مشاهدينا من على جبهات القتال. الآن تدور بين الكتائب الإسلامية جبهة النصرة من جهة وكتائب أحرار الشام،
ومن جهة أخرى قوات النظام المتمركزة في وادي الطير الحربية. كما نشاهد الآن على خطوط الجبهة الأولى تقوم الكتائب الإسلامية بدفع الحامدية بشتى أنواع الأسلحة. تمكن المقاتل من عدد من الحواجز واغتنام مدرعات وآليات قوات النظام المتمركزة في هذه ذائعة الصيت في سوريا. تجري الآن الاشتباكات بين المقاتلين من جهة وقوات النظام من جهة حتى تحرير الحامدية كما يقول المقاتلون هنا. نبدأ النقاش مع سيادة العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري ضيفي من الريحانية عبر الأقمار الصناعية. أهلا بك. سينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الصناعية من إدلب سينضم إلينا حسام بكر المتحدث الرسمي باسم معركة فاض الضيف. وأيضا سينضم إلينا مراد الأيهم ومراسل سمارت نيوز. سأبدأ مع سيادة العقيد أحمد الحمادي. أهلا بك مراد. أبدأ معك سيادة العقيد. الآن عسكريا حدثنا ما الذي يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة والجنان لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين. نعم. إنما يحدث في وادي الضيف ومعسكر الحامدية هو ملحمة بطولية تقوم بها جبهة النصرة وأحرار الشام وعدد من فصائل الجيش الحر المتمركزة في المنطقة، حيث أن معسكر وادي الضيف هو معسكر قوي ومتمدد يقع شرق مدينة معرة النعمان بحدود 2 كيلومتر وهو مكان حصين. طيب. حيث يبلغ عدد الآليات فيه أكثر من 45 آلية ودبابة في منطقة دفاعية مجهزة مسبقا. نعم. أما معسكر الحامدية الذي يقع إلى جنوب مدينة معرة النعمان باثنين كيلومتر فيعتبر المستودع الرئيسي للأسلحة والذخائر التي تمد معسكر وادي الضيف وإدلب وحلب وحتى حماة. فهذه المعركة تعتبر معركة كبيرة وقوية، حيث اشترك عدد من الفصائل على ثلاثة محاور من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب، والحمد لله تم تحرير أكثر من 8 حواجز قوية جدا والباقي يترنح، وتم قتل أكثر من 50 جندي من عصابات الأسد وتدمير أكثر من 10 آليات واغتنام دبابتين مع الأطقم اللي طيب. العاملين على هذه الدبابات. نعم. يعني الجميع يعلم بأن هذه الجبهة الضيف باعتبار العقيد الجميع يعلم بأن هذه الجبهة صمدت طويلا عندما من كان المعتدلون أو يوصفون بأنهم معتدلين من يقود هذه المعركة. الآن لماذا تغيرت موازين هذه المعركة؟ لماذا تغيرت عندما جاءت جبهة نصر أحرار الشام وفصائل من الجيش الحر؟ غرفة عمليات مشتركة أم لا؟ لماذا تغيرت العملية؟ أصبحت أسهل؟ لماذا لم تصمد هذه الجبهة مع النظام كالعادة؟ اعتماد المجاهدون في جبهة النصر والأحرار مبدأ المفاجأة، مبدأ المفاجأة والتكتيك العسكري اختلف شيئا فشيئا، وكان الثوار، لا نقول أن الثوار فشلوا أو القوات المعتدلة فشلوا في تحرير وادي الضيف والحامدية، بل كانوا محاصرين وادي الضيف والحامدية لأكثر من سنتين وكان يترنح ومقطوع الإمداد عن هذه المعسكرين بشكل كامل، وحقق الثوار قديما نجاحات كبيرة منها تحرير عدة حواجز مثل الهجناك والطراف والدهمان وحتى وصلوا إلى عين قريع، وخسر النظام خسائر كبيرة كثيرا، ولكن لم يفلح الثوار نتيجة بعض الاختلافات بينهما وعدم وجود قيادة عسكرية موحدة تدير دفة المعركة. طيب سيادة العقيد اسمح لي أن أذهب إلى إدلب حيث ينضم لنا حسام بكر المحدث الرسمي باسم معركة وادي الضيف. سأبقى معك حسام بكر لتعطينا كل التفاصيل وبعد ذلك بإمكانك أن تغادر هذه الحلقة. أبدأ معك بآخر التطورات العسكرية حتى اللحظة. حسام أنت تسمعني الآن؟ نعم أسمعك طيب. جيد. آخر التطورات العسكرية أبدأها معك أبو بكر، ما هي؟ نعم أخي، بدأت المعركة يعني حوالي الساعة 9 صباحا، تمكن من خلالها الفصائل المشاركة في العمل
من الدخول إلى حاجز المداجن وثم عقبه حاجز المياه وحاجز عبوس في من جهة تجمع الحامدية، وأيضا تمكنوا من الدخول إلى عين قريع وتفجير عدة آليات واغتنام دبابتين، ودخلوا أيضا إلى حاجز الضبعان بين عين قريع ووادي الضيف، ولكن نتيجة الضغوط من جهة الحامدية انسحبوا شيء قليل جدا وبقوا يعني حوالي حاجز الضبعان. طيب. وأيضا تمكننا من الدخول أيضا إلى حاجز الزعلاني أحد الحواجز الموجودة في وادي الضيف، وتمكننا بفضل الله تعالى من قتل عدد من العساكر الموجودين في هذين التجمعين، ويعني الحمد لله تعالى غنمنا بضع الآليات وفجرنا عدد منها أيضا، وتفجير أيضا مستودع زخيرة كان موجود في تجمع الحامدية. طيب الآن السؤال، هل هناك ما حصل اليوم؟ طيب سيدي، هل هناك غرفة عمليات عسكرية واحد هي من تدير هذه المعركة؟ نعم طبعا هناك غرفة عمليات تدير المعركة وتشرف عليها إشراف مباشر وتوجه وتزخر وتقوم بكل ما يحتاجه العمل العسكري في هذه المنطقة. طيب أهم الثوار الذين يقاتلون جبهة النصرة، أحرار الشام وفصائل الجيش الحر، هل هناك فصائل أخرى؟ لا يوجد فصائل، هناك مجموعات يعني دخلت مع هذين الفصيلين في هذا العمل، لكن أصل العمل بإشراف وبتخطيط وهذين الفصيلين جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية. طيب السؤال، دائما ما كنا نسمع بأن هناك دائما اشتباكات على هذه الجبهة، لكن هذه الجبهة دائما ما يستمر النظام بالسيطرة عليها، هل هذه المرة سيكون الأمر مختلف أم ماذا؟ طبعا المعارك السابقة مختلفة جدا، والحقيقة أكثر الناس أو جلهم لا يعرفون حقيقة المعركة التي كانت تدار في هذه المنطقة، يظنون أن المعركة كانت حوالي وادي الضيف والحامدية. طيب. ولا يعلم الناس أو أكثر من يتابع أن وادي الضيف والحامدية لا يشكل تقريبا 25% من القوى الموجودة في هذه المنطقة. كانت القوى في المعارك السابقة على امتداد 10 كيلومتر في حوالي 12 قرية في تجمعات كبيرة جدا، وهناك خط امداد مفتوح الى حماة لهذين التجمعين اللي هم رمز القوة وليست القوة كاملة. ولكن في الفترة الأخيرة بعد معارك مورك تمكننا من الحصار حصارا مطبقا على هذين المعسكرين وما حولهما من الحواز مثل عين قريع وتجمع تل بنصرة والحامدية ومعرحطات وكفرباسين، وتمكننا من تحرير عدد من القرى ايضا لإحكام الحصار. المعارك السابقة لم يكن هناك حصار مطبق، أما الحصار الآن صار له ما يقارب 9 أشهر وتحرير مناطق واسعة جدا، فإن شاء الله تعالى تكون هذه المعركة مختلفة عن المعارك التي سبقتها. نعم. طيب بالمقابل، هل الآن هذا يدل على تمدد لجبهة النصرة أليس كذلك؟ هناك تمدد نعم لجبهة النصرة، لكن لا علاقة للعمل العسكري الآن بهذا التمدد للجبهة. العمل العسكري كان مخطط له من أحرار الشام، فطلبت النصرة قبل العمل بحوالي أسبوع الدخول مع الحركة، ووافقت الحركة على دخولهم وقاموا بالدخول على بضع حواجز، ولكن أصل العمل هو كان لحركة أحرار الشام الإسلامية. نعم. طيب شيخ أبو بكر، يعني عادة ما عند اشتباكات على هذه الجبهة بعد ذلك بعد يومين يقوم النظام باستيرادها، نحن لا نريد التهبيط أو من عزيمتكم، لكن هذه الأسئلة كثير ما تدار. برأيك، أنت قلت بأن هذه الاشتباكات تختلف تماما عن السابقة، ما الذي يجعلك تتأكد من ذلك غير العمليات التي تقوم بها قبل 8 أشهر بالحصار وما إلى ذلك؟ أخي أكرر وأقول، المعركة لم تكن في المعارك السابقة وحتى حاليا لم تكن على معسكري وادي الضيف والحامدية. حاليا معسكر وادي الضيف والحامدية تقريبا 30-35-40% كحد أقصى للقوى الموجودة. في المرات السابقة كان ما يقارب 15% من القوى الموجودة في معسكري وادي الضيف والحامدية من القوى التي كنا نخوض المعارك ضدها. كنا نخوض المعارك ضد وادي الضيف والحامدية وعين قريع وحيش ومعرحطات والصالحية وبابولين وكفرباسين وحاجز النمر وصهيان، كانت منطقة واسعة جدا، فالأسباب فيما سبق كانت عسكرية بحتة. نعم. كان لعبة القوى العسكرية الموجودة في هذا التجمع الذي لا أظن أن
هناك تجمع للنظام في كل سوريا كما هو موجود في هذه المنطقة، تجمع كبير جدا امتداده ما يقارب 10 كيلومتر 12 كيلومتر ربما بعمق أو عرض 2 كيلومتر، كلها حواجز كانت كنا نعدها قريب من 45 إلى 50 حاجز، موجودات كلها متقاربة متداخلة، لا يمكن أن تخوض معركة على حاجز أو حاجزين بمعزل عن الحواجز، كنت مضطر أن تخوض معركة، أي معركة تخوضها مضطر تخوضها ضد كل هذه النقاط الموجودة من خان شيخون إلى الزعلاني آخر حواجز وادي الضيف من جهة الشمال. نعم طيب، فهذه الأسباب التي كانت الأسباب الرئيسية لفشل هذه المعارك السابقة. طيب الآن خطة عسكرية جديدة، استراتيجية جديدة ربما تختلف عن جميع هذه الاشتباكات السابقة، قادرون على تنفيذها وبالمقابل السيطرة على كل هذه الحواجز شيخ أبو بكر. طيب السؤال الآخر، يعني الآن هناك تكتلات أكثر من 100 فصيل بتكتل واحد تماما كما جاء في الجبهة الجنوبية، هل لهذه التكتلات أكثر من 100 فصيل لها دور أيضا ضمن هذه المعارك؟ يعني هل هناك تعاون بينكم أم لا؟ هناك مجموعات بسيطة أخي في هذه المعركة، معركة وادي الضيف، مجموعات بسيطة من الأخوة في الجيش الحر وفيلق الشام دخلوا معنا في المعركة، ولكن أصل العمل لهذين الفصيلين، وربما هذا أيضا من الأسباب يعني التي إن شاء الله نتفائل بها. طبعا لأنه أذكر في معارك سابقة خضناها كان ما يقارب 53 فصيل يخوضوا المعركة، فكان التناغم والتنسيق صعب جدا، فكانت من أسباب يعني التي أخرت المعركة عسكريا، لأن 53 فصيل صعب أن يتناغموا وأن ينسقوا فيما بينهم على ضرب نقاط معينة. طيب. أما الآن يعني فصيلين وضعوا قوة كبيرة جدا في المنطقة، أسأل الله تعالى إن شاء الله أن يكتب التوفيق وأن يزيل هذه الحواجز من هذه المنطقة. ما تقومون باغتنامها هل هو كاف لاستمراركم في هذه المعارك من النظام؟ بصراحة ما غنمناه الآن ليس كافي، ولكن هناك تجهيزات بالأصل، يعني لم نكن نحسب أننا ممكن لا نغنم شيء، ممكن كل شيء يدمر لا نغنمه، ولكن إن شاء الله تعالى وضعنا خطة درسناها من ناحية التسخير، إن شاء الله تعالى نستطيع أن نكمل هذه المعركة حتى النهاية. يعني كأحرار الشام ربما لا أعلم مدى المعدات والآليات العسكرية التي يمتلكها، لكن جبهة النصر لم يبدو لديها آليات ثقيلة استطاعت اغتنامها أو السيطرة عليها في معركها الأخيرة. نعم للفصيلين هناك معدات ثقيلة، نعم عندنا نحن أيضا معدات ثقيلة، والأخوة في النصرة عندهم معدات ثقيلة، وكان الاعتماد عليها بشكل كبير في هذه المعركة، يوجد آليات ثقيلة، دبابات، بمبيات، عربات، بالإضافة إلى المدافع والرشاشات المتوسطة والثقيلة، يعني عندنا مع الأخوة في جبهة نصر عدد كافي من الآليات إن شاء الله لخوض هذه المعركة. طيب الحاضنة الشعبية تؤيد ما تقومون به؟ طبعا يعني سبحان الله، حتى النساء اليوم تقول، والعجائز وأمهات الشهداء يقول والله نصلي اليوم في الليل وندعو لكم أن تنتصروا، ومستعدين أن نتحمل الضرب ومستعدين، لأن النظام طبعا كعادته نظام مجرم، عندما يعني يخنق في مكان معين يلجأ إلى الثأر من المدنيين، ومع ذلك نرى البشاشة والاستبشار في وجوه حتى العجائز. طيب. فكل القاعدة الشعبية تدعو لنا وتؤيدنا وتتمنى أن ينصرنا الله على هذا النظام المجرم. طب هذا ما تقول لكم الحاضن الشعبي، أنتم ماذا تقولون لهم؟ والله لا يوجد أغلى من الروح نبذلها في سبيل الله أولا، وفي سبيل الدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، خرجنا من أجل نصرتهم، قلنا في بداية ثورتنا لبيك يا درعا، ونحن الآن نقول لبيك يا سوريا، وبإذن الله سنبذل المهج والأرواح من أجلهم، لأن هذا النظام لا يراعي فينا إلا ولا ذمة، لن يراعي فينا لا طفلا ولا امرأة ولا عجوزا ولا شيخا كبيرا ولا مستضعفا، لن يراعي فينا أحد، فإذا تمكن سينتقم من الجميع، وبإذن الله هو لن يتمكن، فسنقدم أرواحنا ومهجنا في الدفاع والذود عن أهلنا في سوريا بإذن الله تعالى. كنت أود أن تطيل هذا النقاش شيخ حسام أبو بكر المتحدث الرسمي باسم معركة وادي الضيف من ريف إدلب ضيفي عبد الأخبار الصناعي، لكن يعني لسلامتك من الأفضل أن الآن ننهي هذا الحوار معك، أرجو أن تكون ضيفي يوم الغد أيضا للحديث عن انتصارات جديدة. شكرا لك
شيخ حسام. أذهب إلى سيادة العقيد أحمد الحمادي وتعليقك على ما تحدث به المتحدث الرسمي باسم معركة فاض الضيف. طبعا أخونا أبو بكر تحدث وأفاض وتكلم عن الحقيقة، يعني الشباب في المجاهدين في جبهة النصرة والأحرار ومن معهم من المقاتلين من الجيش الحر وفيلق الشام أبلوا بلاء حسنا، وهذه المعركة مستمرة منذ أكثر من سنتين. والثوار لقد حاصروا هذه المنطقة العسكرية جدا والمدججة بالأسلحة منذ أكثر من 9 أشهر حصارا شديدا، حتى النظام ما لم يبقى له وسيلة للاتصال في هذا المعسكر إلا عن طريق الحوامات والإسقاط الأطعمة والأغذية. وهناك الكثير من الحالة النفسية والمعنوية لدى جنوده منهارة تماما من حيث الجرحى وغيره. طيب سأذهب إذا تكرمت فقط سيادة العقيد، سأذهب إلى مراد الأيهم لمعرفة ماذا آخر النقاط التي تم رصدها. أهلا بك مراد الأيهم، مراد النيوز، أرجو أن تحدثنا عن آخر النقاط التي تم رصدها في هذه المعارك. أو ضيفكم الشيخ أبو بكر، أن عدد الحواجز التي تم السيطرة عليها حتى الآن هي ما يقارب 7 حواجز. طبعا هذه الحواجز توجد منها حواجز هي حواجز قوية جدا ولها مكانتها أو لها استراتيجيتها في معسكر وادي الضيف وفي معسكر الحامدية. مثل عدد لهذه الحواجز التي لها هو الجناح الشمالي طيب مراد. معسكر وادي الضيف يعد هو من أهم النقاط في معسكر وادي الضيف لحماية وادي الضيف. أيضا حاجز المداجن يعد هو من أهم الحواجز التي أيضا تحمي معسكر الحمدية من الجهة الغربية. يعني هاتين النقطتين هما من أهم النقاط لحماية معسكر وادي الضيف والمعسكر الحمدية، بالإضافة إلى عين قريع الذي يعد هو أيضا سلط الوصل بين معسكر الحمدية ووادي الضيف، أيضا تم قطع هذه سلط الوصل. لذلك السيطرة على هذه الحواجز ربما يعني الآن بعد السيطرة على معظم هذه الحواجز، يعني مثل حاجز الزعلان الذي كان أيضا بجانبي حاجز الراعي ودار الأصوات، أصبح المجاهدون على بعد أمتار للمناوشات مع قيادة أو مقر قيادة وادي الضيف. لذلك الآن يعني المعارك أصبحت ربما تتقدم بخط زمني أكبر أو أكثر مما كانت عليه سابقا. طيب الآن السؤال لك سيادة العقيد أحمد الحمادي، برأيك ما الذي من الممكن أن يقوم بفعله النظام عسكريا؟ هل هو قادر على المدد العسكري؟ النظام لم يستطع حماية جنوده كما لم يستطع حمايتهم من قبل في مطار الطبقة وفي الفرقة 17. سيتركهم لقدرهم، هذا مصير كل الجنود الذين لا يزالون موالين للنظام، لم يستطيع أن يقدم لهم شيء. يعني ولا عن طريق الطائرات أيضا تزويدهم عن طريق الميليشيات الشيعية ربما تدعمهم؟ الحمد لله اليوم الجو طبعا يقوم النظام اليوم في استهداف مناطق السوار من جبل زين العابدين في حماة ومن جورين ومن معسكر القرميد بصواريخ وبقذائف كبيرة، إلا أن هذا لم يسني أبطالنا من باندفاعهم لتحرير هذه النقطة التي تزيق أهلنا الموت والدمار. طيب يعني النظام راح يتخلى عن عناصره هكذا تقول سيادة العقيد؟ سيتخلى وسيسقط وادي الضيف إن شاء الله، وهناك معلومات من أرض المعركة تقول وتفيد إن الحالة المعنوية للجنود سيئة جدا وإنهم يستعدون للتسليم أو للفرار. طيب مراد الأيهم، بالمقابل هل هناك عناصر غير سورية مع النظام، ميليشيات شيعية؟ سؤال إلي عمار. نعم لمراد الأيهم. عمار حقيقة أنا سوف أتكلم بنفس النقطة التي ذكرت بها وتوجهت بها للعقيد. النظام الآن ما زال يعني يحاول قدر المستطاع أن يلقي الذخيرة أو الطعام لمعسكر وادي الضيف والحمدية عبر الطائرات،
وخاصة أن النظام مقطوع منذ عدة أشهر بالنقطة بين معارة النعمان وبين خان شيخون بعد تحرير المنطقة بين معارة النعمان وبين خان شيخون. يعني بعد أن قطع الطريق البري إليه أصبح الآن منذ عدة شهور حتى الآن يلقي لهم الطعام والذخيرة عبر الطائرات. حتى الآن منذ ما يقارب النصف ساعة كان الطيران المروحي بأجواء وادي الضيف والحامدية قام بخمس تنفيذات، اثنان منها براميل متفجرة وثلاثة كان يعتقد بأنه ألقى الطعام أو الذخيرة لجنوده. حقيقة إن فصل عناصر النظام في معسكري الحامدية ووادي الضيف عن منطقة حماية التي كانت تعد إمداد له، الآن الجنود حقيقة بعد معارك ما دامت ما يقارب السنة والنصف في وادي الضيف، ربما الجنود تمرسوا على هذه الحياة لذلك هم يقاتلون حتى الآن. ولكن هذه التقدمات للثوار اليوم مع نقص الذخيرة لديهم ونقص الطعام كما ذكرت أنهم يعتمدون فقط على إلقاء الطيران المروحي. طيب لهم السؤال في هذه الأرض أول. طيب سؤال أخير فقط تكرمت، كم عدد عناصر النظام في هذه المنطقة تقريبي؟ تقريبي في معسكر وادي الضيف ومعسكر الحامدية حسب ما صدر أخيرا عن جنود انشقوا هناك كانوا بين 200 و300 عنصر متوزعين بين معسكر وادي الضيف ومعسكر الحامدية. طبعا عامر للذكر أن معسكر وادي الضيف والحامدية امتدع تقريبا على ما يقارب 2 كيلومتر، يعني بهذا 2 كيلومتر بين معسكر وادي الضيف ومعسكر الحامدية أيضا توجد حواجز للوصل كما ذكرنا بالنقاط بينها بعد تحرير حاجز مثل تحرير عين قريع الذي كان هو يعد من أحد الركائز الأساسية للوصل بين هذين المعسكرين. لذلك كانت العناصر تتوزع على مسافة تقريبا 2 كيلومتر، كل 200 متر كان يوجد ما زالت يعني في بعضهم موجود حتى الآن توجد لهم حواجز يتمركز بها عناصر. طيب سيادة العقيدي سؤال الآن، يعني إذا يعني هل يعني تقدم الثوار الآن كجبهة نصرة أحرار شام بعض الفصائل من الجيش الحر تقدمها في هذه المعارك هل هي تهمة لمن كان يسيطر على هذه المناطق من الثوار السابقين المعتدلون هكذا كان يطلق عليهم؟ لا ليست تهمة ليست تهمة. الثوار الذي تقول عنهم معتدلون لقد حرروا المنطقة من معرة من حماة وحتى سراقب وحصروا النظام في هذه المنطقتين، فحرروا منطقة خان شيخون التي تم قطع الامداد عن النظام فيها وحرروا قديما المداجن والهجناك وقريع وعدة حواجز حرروها وقد انسحبوا. أما هم أطبقوا الحصار على قوات النظام وعملوا عمل عسكري رائع. طيب أما التهم فهي جزاف لا أتوقع، أما سوء لإدارة المعركة وعدم وجود قيادة موحدة لفصائل كثيرة والتنافس بينهم هو الذي أدى إلى بعض الفشل. نعم. طيب على كل شكرا لك أستاذ سيادة العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري ضيفي من الريحانية القنصنعي، شكرا لك مراد لأيها مراسل سمارت نيوز ضيفي عبر سكايب، وشكرا أيضا مرة أخرى للشيخ أبا بكر الذي كان معنا من ريفي إدلب. نترككم مع هذا التقرير الذي رصد المعارك حتى اللحظة، بعد هنا تبين فاصل. معسكر الحامدية ووادي الضيف مرة أخرى على ساحة المعارك في ريفي إدلب، حيث أعلنت كل من حركة أحرار الشام الإسلامية وجبهة النصرة عن شن هجوم واسع على كافة الحواجز المحيطة بالمعسكرين. بدأ الهجوم بتمهيد مكثف بالأسلحة الثقيلة من دبابات ومدافع جهنم ومدافع هون، تلاها اقتحام لعدد من الحواجز، وما هي إلا ساعات حتى أعلن عن تحرير 8 حواجز للنظام، 4 منها في معسكر وادي الضيف وهي حاجز الزعلانة والراعي والضبعان والقاروط، وأربع حواجز أخرى في محيط معسكر الحامدية وهي حاجز المياه والعبوس والكمين وأهمها حاجز المداجن والذي يطل مباشرة على معسكر الحامدية ويجعله تحت مرمى النار. تم تحرير هذا الحاجز، والله على ما أقوله شهيد، الدنيا ضباب لما نسمع صوت التكبير، والله لما نسمع صوت التكبير هو التكبير اللي أوقف هذه الكلاب، خاف من صوت تكبيرنا والله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي من علينا هذا النصر، وتم الحمد لله اقتحام حاجز المداجن والمياه والعبوس والضبعان،
وتم اغتنام 14 مجوز تدمير دبابة على في الكمين حاجز العبوس، والحمد لله ولوا هاربين مدبرين أمام المجاهدين. الله أكبر. دمرت الثوار 3 دبابات للنظام في هذه الحواجز، واغتنموا 3 دبابات أخرى وعربة بهم. الله أكبر ولله الحمد. حاجز مداجن اغتنام دبابة من قوات الأسد. يقول الثوار أنهم يواصلون عملهم على باقي الحواجز والمعسكرات، وأنهم عازمين على تحريرهم مهما كلفهم ذلك، بغية قطع أمل النظام في البقاء فري في إدلب. فهل سينجحون في ذلك؟ محمود أبو العبد لقناة أورينت نيوز، مع الرت النعمان.